مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترند. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. رحيل العمده يتصدر الترند، شجاعه مصري في الامارات، لحظات مرعبه في تركيا. اتصدر خبر رحيل الفنان الكبير وعمدة الدراما صلاح السعداني الترند في العالم العربي كله، والحقيقة انه خبر الوفاة صدم كل الناس تقريبا، وخصوصا انه جه بشكل مفاجئ. كان في اكتر من لقطة اتصدرت الترند من جنازة الفنان الراحل، ولكن كان اهمها اللقطات اللي ظهر فيها ابنه احمد صلاح السعداني وهو في حالة انهيار كامل حزنا على والده، ودخوله في كمان نوبة بكاء شديدة. ربنا يرحم النجم الكبير صلاح السعداني ويلهم اسرته الصبر والسلوان. شهامة وجدعنة شجاعة المصري نقدر نقول كده إنها ماركة مسجلة باسمه، في أي مكان وفي أي موقف صعب هتلاقي شجاعة المصري بتبان، وده اللي كلنا شفناه في الفيديو اللي اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت، واللي ظهر فيه حازم السويدي رئيس قسم المخاطر التشغيلية ببنك مصر في الإمارات، وهو بيقوم بعمل بطولي وبينقذ أسرة إماراتية من الغرق بعد ما اتحبسوا في عربيتهم واللي كانت عالقة في الطريق بسبب السيول اللي تعرضت ليها الإمارات. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل بقية كلامنا. مشهد مرعب جديد اتصدر الترند من تركيا، اتسبب في حالة من الذعر على كل وسائل التواصل الاجتماعي لما تم تداول فيديو لسقوط مأذنة مسجد في مدينة شنقري التركية بسبب العاصفة القوية اللي ضربت البلاد، وكان المشهد ده واحد من مشاهد كتير مرعبة تم تصويرها من تركيا أثناء العاصفة. والحقيقة إنه تركيا اتعرضت خلال الأسبوع اللي فات لأكتر من أزمة بسبب الكوارث الطبيعية سواء كانت الزلازل أو العواصف. تعالوا نشوف إيه اللي حصل ونرجع تاني. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز اوف ذا ويك.